أولا كانت الزيارة بالزي العسكري بدون سلاح، محامل سلاح، وكانت عبارة عن رسالة ليس للداخل اللبناني بقدر ما هي رسالة للداخل الإسرائيلي في حالة حصول مواجهة عسكرية بين كيان إسرائيلي وكل من يقف خلفه. نحن قادرون ومنتصرون. دول يابا سنطرح لك سؤال أنت ما كاتبه ولا تدري بيه أو مو بالك، عفوا، يابا إحنا العراقيين شنا علاقة بموضوع فلسطين وكذا وإلى آخره. أقول لك لا، أولا إحنا مسلمين، هذا جزء من هويتنا وعقيدتنا. اثنين إحنا عرب. ثلاثة، ترى بالمنظور الشيعي الأعداء الحقيقيين للإمام المهدي هم اليهود، هم الإسرائيليين، هم الصهاينة.